جيت طب عن دي طريق صبر يعني، بما ان حضرتك بتتكلم عن مدربين الاجانب. لا مدربين مميزين جدا جدا طب عمل ايه مع النادي الاسماعيلي؟ كان في كيمياء كويسه جدا جدا بينه وبين اللعيبه، كيمياء بينه وبين الجمهور، وده الاهم. جمهور الاسماعيلي صعب جدا على فكره، جدا 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 صعب جدا جدا. يعني حتى انك انت تدخلي قلبه او انك انت تبقى قريبه منه يعني مش اي حد يعني. ده من المدربين القليلين جدا جدا اللي عملوا اداء طيب وطفره جيده في اداء النادي الاسماعيلي، وكيمياء جيده بينه وبين اللعيبه، وكيمياء جيده بينه وبين الجمهور. لكن للاسف اختلف في الاخر مع الاداره، فبالتالي اضطر ان هو يسيب النادي ويمشي. فرق كتير مع اداء النادي الاسماعيلي. وان كنت انا رايي الشخصي ان اي مدرب من ولاد النادي في اي نادي هو الافضل والاحسن والاكفأ. زي ما انت النهارده الناس كلها بتتريق على كابتن طارق يحيى، مع كل احترام وتقدير، طارق يحيى اسم كبير جدا جدا، مدرب جامد، مدرب قوي جدا جدا. فلما يقبل ان هو يجي يمسك ده مباراه واحده او اسبوع واحد، الناس بتتريق عليه فيه، ده يعني حب للنادي ولاء للنادي، وراجل عشقه للنادي. هو ده الانتماء، مش الجماهير لما بتطلب الانتماء بيبقى هو ده المقصود بيه اكيد يعني. فبالتالي بقول لك كتر تغيير المدربين اكيد طبعا وقع النادي الاسماعيلي. حته التغييرات كتير جدا، او حته ان اللعيبه المميزه جدا هي اللي تمشي، بتجيب لعيبه محتاجه بعض الوقت، اكيد الكلام ده كله بيرتبط ببعضيه، باداره في امكانيات ماديه الى حد ما مش عاليه قوي، عدم وجود جماهير بيأثر كتير جدا جدا في النادي الاسماعيلي على فكره. يعني النادي الاسماعيلي لو بجماهيره، لا الاسماعيلي يعني انا واحد من جمهور النادي الاسماعيلي يعني، يعني جمهور ومدرب ولعيب يعني من ولاد الاسماعيليه، فبالتالي بعشق النادي الاسماعيلي يعني. فبالتالي حته التغيير او ان اللعيبه كتير جدا جدا بتمشي، كتر تغيير المدربين، الكلام ده كله العوامل كتير جدا بتخلي الاداء يقل كتير يعني.